السلام عليكم. في هذا الفيديو أقدم لكم مباريات الجولة 13 للدوري الألماني 2022-2023. اليوم الجمعة 4 نوفمبر، بوروسيا مونشنغلادباخ شتوتغارت على بين سبور 3. يوم السبت 5 نوفمبر، هيرتا برلين بايرن ميونخ على بين سبور 3 5:30 بتوقيت السعودية، 3:30 بتوقيت المغرب العربي، ماينز فولسبورغ، هوفنهايم لايبزيج، أوغسبورغ فرانكفورت، بوروسيا دورتموند بوخوم، 5:30 بتوقيت السعودية، 3:30 بتوقيت الجزائر على بين سبور 7، فريدر بريمن شالكا. يوم الأحد 6 نوفمبر، باير ليفركوزن أونيون برلين على بين سبور 3، 5:30 بتوقيت السعودية، فرايبورغ كولن على بين سبور 3.